الشامبيونز في المغرب. و السكوت احسن. ما تقول شيء. ها؟ لا. بعد لما الاهلي يكسب ان شاء الله بتكلم. ها؟ ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله. صح ولا لا؟ بامر الله. دلوقتي مش عايز تتكلم. شو حتى القلم حتى متربطش بتاع. طيب. بالله بصدق مش عايز صلحان. انا ما بحبش اشارك في مهزله. ها؟ ما بحبش اشارك في مهزله. الاتحاد الافريقي عمل مهزله. لا خلينا من ما نخش في تفاصيل. ما انت عاوز نتكلم. او اقول سؤالي. فما بحبش اخش في مهزله. انا قلت رايي ووصل للنادي. النادي شاف راي تاني او مجلس اداره شاف راي تاني يحترم، وهنشجع الفريق وعاوزين الفريق يكسب البطوله. انما ما تديش شرعيه لمهزله. اوعى تدي شرعيه لمهزله. فاللي حصل مهزله، وللاسف الاهلي يساق اليه. فاتمنى ان شاء الله اللعيبه تبقى في تركيزها وتقدم مباراه كويسه تليق بالفرقتين. والموضوع مش خاص بالمغرب ولا خاص بالوداد، الموضوع خاص بالاهلي والاتحاد الافريقي. انا قلت رايي، واسف للساده المشاهدين ان انا قلت رايي في مجال مش مجاله. انما انا احب ان الاهلي يبقى قوي، احب الاهلي يبقى مميز، مؤسسه تغير الغلط. بشرط ان انت تنسحب. هيقول لك توقف سنتين ولا ثلاثه. كابتن صالح سليم الله يرحمه قطع المسابقات الافريقيه. شكلها اتغير بعدها. خسرنا القاب بس المسابقه والقاره كسبت. فاعتقد ان شاء الله انتظار لقاء كويس يجمع الاهلي والوداد. والموضوع خاص مش بمصر ولا المغرب، الموضوع خاص بمركز وقوه النادي الاهلي. الاهلي قوي ببطولاته وبمبادئه وبالمواقف بتاعته. بس طيب واضح جدا. على كل نتمنى نشاهد مباراه تليق بمستوى